وهنا كرة مهمة لشبان الفيشل. كرة اتلعبت مازن على طول، اتلعبت مش بشكل جيد. محمد عبد المجيد، عايز ابور عبد المجيد يا ولد يا ولد، الله 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 الله. لا لا لا، شوف محمد عبد المجيد، محمد عبد المجيد يا ولد، حيرت البلد، يا سلام عليك لعيب يا ولد يا ولد يا ولد. محمد عبد المجيد من اجمل اهداف الصحابه منذ انشاء الاس ام تي، لم نرى حتى الان، لم نرى حتى الان. خد بالك عبد الرحمن سيد حتى الان، حدش ولا واحد يقدر يلومه على مركزه الجديد، وانا التسديده مازن، الثبات الثبات. محمد عبد المجيد صاحب شرط القياده اليوم. هنا الكوره ضربه جزاء ولا ايه؟ لا لا لا، من بره من بره الحكم. كلام سليم كلام سليم، والكابتن محمد رمضان يا ولد، عزت على التنفيذ، عزت يا ولد يا ولد يا ولد. التعادل، عزت التعادل على نفس الطريقة بباطن الحذاء، هي عدالة السماء يا ولد يا ولد يا ولد يا عزت. واحد واحد بنفس الطريقة، كربون يا حبيبي كربون، بالكربون عزت يا ولد بالكربون. مازن لو قعد يومين ثلاثة ما يجيبهاش، مازن لو قعد يومين ثلاثة ما يجيبهاش، لو نط من يومين مش هيجيبها. لا 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 لا، عمليات الإحماء قدامنا، عبد الناصر، محمود مصطفى، محمد جمال عز، أحمد خالد، وعبد الرحمن شديد، عمرو الشام هيلعب الكورة في قلب منطقة الجزاء الطويلة، عبد المجيد بالراس، عبد الرحمن سيد، ضربة ركنية لعمار. هدي رتم اللقاء، هدي اللعب، نتمنى يجي جون كمان عشان يولع اللقاء. هنا محفوظ، اه يا محفوظ للجون، انت حافظ يا محفوظ. هنا الكرة العالية ماجد، مش ممكن، لا 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 لا، هيثم ومحمود وخالد جمال واحمد الزعيم، وكرة خطيرة، لا 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 لا. اسلام فوزي، لا لا لا، كان فريق تاني، كان فريق تاني، عالم تاني، اما الفريق ده كله لعيبة صغيرة. هنا الكرة اورن يا ولد، اورن يمسك الكرة بثبات، يوجي هنا كرة خطيرة، لا 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 لا، لو عدى لو عدى لو عدى لو عدى العرضية جون. الهدف الثاني، اه يعني 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 الجون الثاني ليه؟ شبان الفشن خطفها خطفها وعداها لنفسه يا ولد يا ولد. تابع الكره معانا، تابع الكره، بص ارفع عينك في قلب الجون، حطها يا ولد يا ولد يا لعيب. 2-1 النتيجه، كابتن احمد رمضان شابوه الصراحه، اتخطفت المباراه من الصحابه. لعب الكورة يا ولد، الريح، اوعى الريح ده، بص ده ده، لا 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 لا، تاني 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 يا عمر يا سيد، يا عمر يا سيد يا ولد يا مازن، يا ولد يا ولد يا ولد يا مازن، لا لا لا، 10 على 10 مازن. الكورة اللي فاتت، كابتن صلاح محسن واقف على الخط، ريو نيشف اسرائيل بيسو، لا لا لا، البعثات بيكون ليها استفادات كبيرة جدا. يلعب عبد الناصر، الكرة مقوسة يا ولد، لا 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 يا بزرة، قابل يا عادل، قابل يا عادل. ماجد حسام، مش بكلم بقى، كرة عبد المجيد، مهاب مهاب مهاب، لا 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 لا، يلا يا عبده يلا يا عبده يلا يا مهاب، ما فيهاش حاجة، عداها لنفسه يا يا لو عدت، خدها عبد المجيد تاني، خدها عبد المجيد. ماجد المصاب، وكذلك عمر عمار لما طلع كان مصاب. هنا الكرة استلام في مكان خطير، مش ممكن، فين الدفاع الدفاع الدفاع، طلع أحمد خالد، ناصر ضربة ركنية، عبد الناصر ضربة ركنية، فين محفوظ هنا الثاني، الرأسية تعدي ضربة مرمى، وينتهي الشوط الأول. أعزائي أحباء المشاهدين، شبان الفيشن الصحابة 2-2، التقي بكم في الشوط الثاني، شكرا وإلى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، هنا الكورة عبد الرحمن شديد، بداية الشوط الثاني، جديد يلعب لعبد الرحمن سيد، لا لا 2-2، هدف كان من كابتن الفريق محفوظ رجب، هدف التعادل للصحابة، هدف كان بحفظ النيران الصديقة، النيران الصديقة لمحفوظ رجب، كابتن الشبان يا ولد يا أحمد عادل، يا ولد يا أحمد يا خادم، مش عارف مين أحمد عادل، ياسر ياسر، يا شديد شديد، عمر أشرف يحاول تلعب الكرة طويلة في قلب المدافعين، في قلب المدافعين، أحمد خالد، أحمد خالد يطلع، عبد الناصر يسقط واحدة، لو سابها، لكن هنا في تسلل الحكم اللقاء على اللاعب عبد الرحمن سيد اللي بيقدم مباراة جيدة وجيدة جدا. نفذ الخطأ، كورة عالية، محمود مصطفى، محمود محمود، مش معقول،
مش معقول مش معقول، هدف غريب وسرحان في الدفاع يعني غريب. اذا النتيجه 4-3، يرجع تاني الصحابه للبحث عن هدف التعادل، بحث عن هدف التعادل والعوده للمره الثالثه على التوالي اذا كانت يعني. عمار الضربه الركنيه، احمد خالد يطلع الدفاع، تسديده وشديد شديد شديد، والكره بره. فرصة التعادل تضيع، احمد خالد يجيب كرة ممكن نقول ميتة، حارس المرمى كمان ده اللي عامل مشكلة. عبد الناصر، الله الله الله، عبد الناصر عبد الناصر، اهداف اهداف النهارده، محمد عبد المجيد وعبد الناصر، ولا اروع هدفين النهارده يدرسوا قدم يمنى مع قدم يسرى، الاثنين في المقص، الاثنين في التسعينة مع محمد ايهاب وصلاح محسن، والهدف الرابع 4-4 لعل وعسى هدف قاتل خامس. عمر عمر كرة الحلوة، ما فين هنا فين المشاركة، طلع قبل محمد عبد المجيد، رمي التماس شديد، الصحابة تضغط بكل قوة لتسجيل الهدف الخامس. محمد عز 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 الوجه، وجه القدم شديد، يودي شديد شديد شديد، تطول الكرة ولسه خطيرة، يطلع الدفاع دربكة مرة تانية، المرتدة في منتهى الخطورة، المرتدة يا ولد يا ولد مع أحمد خالد، أحمد خالد هنا كرة عبد الرحمن سيد، الباص من لمسة عمار عمار، واحدة بقى تاني عبد الناصر يعني أوه عمار عمار عمار، يلغي كل حاجة وراه زي محمود مصطفى. كرة كرة دي جون، كرة دي جون، لا 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 لا، مش ممكن. مازن مازن محتاج درس خصوصي ازاي يوقف الحيطه، خارج من الثانويه العامه مازن، ياخد ايه مصطفى عبد الناصر، كره تروح لعمر اشرف، عمر لو فتح لنفسه زاويه تسديد، محمد شريف ده بيعرف يشوط، ده بيعرف يسدد الكره، محمد الشريف محمد شريف اديله مساحه للتسديد، اديله مساحه للتسديد، كان ليه هدف رائع، هدف رائع في اول مبارياته مع الصحابه في شبين القناطر. النتيجة كانت مباراة مفيدة جدا للصحابة رغم الخسارة 5-3، كان في هدف رائع لمحمد الشريف، تسديدة من بعد نص الملعب بشوية كده، كان ساعتها لسه على مشارف الثانوية العامة، كرة خطيرة خطيرة، لو عدى لو عدى لو عدى لو عدى، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، الهدف الثالث، الهدف الثالث، 3-2. وخليك في قلب لعيب الصحابه دايما محفوظ. هنا الكوره مين اللي وقع ده، محمد الشريف، احمد خالد، لا 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 لا، مش ممكن الكوره، مش ممكن الكوره، واللخبطه والدربكه والدوشه، كوره فين، ريح ريح يا ولد يا ولد، يا مين ده مين ده مين ده، محمد شريف يا ولد، محمد شريف يا ولد، حط رجله وسد. الكرة عبد الناصر يضغط على محفوظ، عبد الناصر يضغط على، يا سلام يا عبد الناصر، يا سلام يا عبد الناصر، شديد شديد لمين، لعمر أشرف، عمر أشرف محتاج فترة تركيز كبيرة جدا. وفي هذه الأثناء أعزائنا المشاهدين تنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 4-4، مباراة قوية جدا الحقيقة، من أقوى مباريات الموسم، تحية كبيرة جدا للكابتن أحمد رمضان، تحية كبيرة لكل لاعبي بني سويف الحقيقة، وكل أهالي بني سويف، ولحسن الضيافة. إن كان معكم في التصوير العظيم العظيم جدا إبراهيم عمارة، وفي التعليق الأستاذ والعظيم أيضا اللي كلما يعلو بيعلو مقداره الحقيقة مهاب صلاح، وكان معكم أيضا محمد إيهاب، وشكرا لكم وإلى اللقاء.